العدد 50 او اكثر وايضا توسيع ديال اكثر 50 يعني واش هذا داخل في هذا التطوير؟ لا المجلس الوطني هو دائما المجلس الوطني كاينين فيه عندنا اعداد بمنتخبه وعندنا الاعداد بالصفات، عدد بالصفه اكثر من 140 اخ واخت هم بالصفات، فيهم كتاب الاقاليم، كتاب الجهات، كتابات الاقليميه، المكتب الوطني الشباب، المكتب الوطني للنساء، كتاب القطاعات العماليه، هذو كلهم والقطاعات المهنيه كلهم اعضاء في اعضاء مكتب سياسي صاحب، كلهم اعضاء في المجلس الوطني بالصفه. وكاين المنتخبون، قاعده المنتخبين عطاتنا، القاعده اللي درنا في المنتخبين عطاتنا اكثر من 300 اكثر شي 350 واحد اللي منتخب من المؤتمر. الامر عادي، حزب يتطور، الناس عندها طموحات، بغت 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 تشتغل، بغت تساهم في القرار في حزبها. يعني شنو غيمنعنا انني نفتحوا القاعده ديال الاستشاره داخل الحزب؟ ياك الاستشاره والانصات 50 في المكتب السياسي، ولكن طريقة عمل جديدة ماشي قديمة. علاش كاينه شي قاعدة تقول كان المكتب السياسي خصو يكون فيه 9 ولا يكون فيه 1 ولا يكون فيه كانت محركة المغرب؟ لا غير اسمح لي، هو في واحد الوقت راه كانوا 3 أحزاب في المغرب، وكانت القطبية على المستوى الدولي، وكانت الاختيارات واختيارات حزب ماشي هي ديال دابا، وما كانتش المنافسة. اليوم راه حنا عندنا 36 وكان الخوف من العمل السياسي، اليوم كاين إقبال على الممارسة السياسية، وعندنا اجتهادات. حنا دائما تنديروا اجتهادات في الأساليب التنظيمية ديالنا. 50 عضو مكتب سياسي غادي تشتغل وفق فرق عمل منظمة بدي دوسي منظمين، ولا شتي التركيبة ديال المكتب السياسي هي فيها ثلاثة ديال لي غروب ولا المجموعات. كاينه المجموعة ديال الاستمرارية اللي كانت عندها تجربة في المرحلة السابقة، وكاينه مجموعة جديدة ديال الأطر اللي واكبت الحزب وخدمات مع الحزب، دارت البرنامج الانتخابي، دارت البرنامج دارت الوثيقة ديال النموذج التنموي، اشتغلت في اللجان ديال المجلس الوطني، قدمت دارت وثائق، قدمت دارت ندوات. وكاين المجموعة الثالثة فيها المنتخبون، ولا مزجنا هاد المجموعات بثلاثنا غادي تعطي فريق عمل مصاحب والحزب ومشتغل مع حزبه بما يمكن يبوي الحزب ديالنا المرتبة الثانية ولا الأولى اللي بغيناها. كاين تجديد أكيد، أكثر كاين تجديد، أكثر من ثلث، أكثر من نصف تجديد الى اكثر، لان ما نقدرش ما عنديش الاحصائيات وغادي نخرجها من بعد. وكاين الاستمراريه، كاين الخط والاستمراريه كاينه. حنا شنو الشعار اللي رفعناه في المؤتمر؟ التزام، وفاء، انفتاح. كاين الوفاء للخط ديال الحزب، كاين الالتزام، وكاين الانفتاح. علاش غادي نبقاو علاش نتوما عندكم التصور ديالكم لواحد الشكل معين، هكا خصو يكون المكتب السياسي وهكا خصو يكون الحزب؟ عندك طاقات والطاقه باغا تشتغل، واش غنبقى حاصرها في واحد غادي نبقى حاصرها في واحد البلاصه نقول لها انت بقاي هنايا؟ الناس خصها تشتغل.